لمناقشة هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا عبر سكايب من باريس نور الدين اللباد ممثل الائتلاف الوطني في فرنسا، وينضم إلينا فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان عبر سكايب من الدوحة. مرحبا بكما أستاذ نور الدين لباد. أبدأ معك، وأود أن تروي لنا مجريات الاجتماع الذي جمعكم بالفرنسيين اليوم، وأنت كنت حاضرا في هذا الاجتماع بطبيعة الحال. مساء الخير، أهلا بك. لكم جميعا شكرا على الاستضافة. أهلا بك. الحقيقة كان الاجتماع السيد نائب رئيس الائتلاف مع مديرة إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية الفرنسية قبل يومين، تم فيه نقاش عدة نقاط، أهمها موضوع الغزو الروسي لأوكرانيا. كان هناك نقاش مستفيض حول مقارنة الأشياء ببعضها، وما هو الفرق بين ما قامت به روسيا الآن والتي تدعي أنها ضد تغيير الأنظمة بالقوة ودخلت لحماية النظام السوري منذ عام 2015 ودكت ما دكت وقصفت ما قصفت وقتلت ما قتلت من الأطفال والنساء والشيوخ وجميع أفراد الشعب السوري. ظن فلاديمير بوتين أن غزو أوكرانيا نزهة، كما دخلت دبابات الاتحاد السوفيتي عام 68 إلى براغ عندما أعلن ألكسندر دوبشيك خروجه عن النهج الستاليني. فخلال 48 ساعة كانت دبابات الروسية السوفيتية في براغ، لكنه تفاجأ بحجم المقاومة الشرسة في أوكرانيا. طيب تفضلي. يعني أنا سعيدة بهذه الخلفية التاريخية التي تعطينا إياها، لكن كنت أود أن أنقل للمشاهدين ما الذي حدث، يعني ما الذي دار من حديث بينكم وبين الفرنسيين بخصوص سوريا؟ يعني أنت قلت أن هناك مقارنة للأشياء ببعضها، ماذا يقول الفرنسيون؟ هل هناك في سوريا ما يشبه ما يحدث الآن في أوكرانيا؟ سيدتي، الموضوع يعني طبعا تم طرح بكل صراحة مع الجانب الفرنسي أننا نحن منذ 11 عاما ونحن نقصف ونقتل، ولتلك اللحظة لم يتم أي تحرك جدي حول تطبيق على الأقل قرارات المجتمع الدولي وقرارات الأممية والتي عطلتها روسيا بالذات. الآن نشاهد هذا الزخم القوي جدا من أجل أوكرانيا، المساعدات التي كانت قبل الاجتياح وغزو خجولة جدا، الآن أصبحت بشكل واضح جدا. ألمانيا التي كانت حيادية، سويسرا التي كانت حيادية، النمسا، فنلندا، السويد التي لحست حيادها وطلبت، يتحدثون كلهم عن التسليح. يعني كان التسليح واحدة من المطالب التي قدمت اليوم إلى الفرنسيين، أم كان لديكم مطالب أخرى أيضا؟ نحن لم نطالب بالتسليح مباشرة، لكن هناك أشياء أخرى غير التسليح، على الأقل إعادة الملف السوري للحاضرة الدولية، لمجلس الأمن، للقرارات التي كانت الفيتوات التي يتخذها الروس ضد قرارات الأمم المتحدة. طب ماذا رد الفرنسيون على ذلك؟ هل كانوا إيجابيين فيه؟ هل وعدوا بشيء مثلا؟ نعم، الفرنسيون أولا لم يتغير موقف الحكومة الفرنسية من الائتلاف منذ تشكيله حتى الآن. أنا فهو موقف مؤيد بطبيعة الحال. طبعا مؤيد للائتلاف تماما، والفرنسيون واضحون تماما أنهم ضد التطبيع مع النظام السوري بأي شكل من الأشكال دون تطبيق قرارات الأمم المتحدة. ماذا عن أي موقف متقدم عن ذلك الآن يمكن اتخاذه الآن؟ موقف الآن مثلا تم مناقشة موضوع مبادرة جير بيدرسون، سياسة الخطوة بخطوة. وعد الفرنسيون بدراسة هذه هذه الخطوة التي أصر عليها بيدرسون، التي شرحها السيد نائب رئيس الائتلاف للسيدة آن جيغان مدير إدارة الشرق الأوسط، أن هذه الخطوة عبارة عن إعادة تعويم للنظام في سوريا. هل يقف الفرنسيون ضد سياسة بيدرسون هذه التي يقف ضدها الائتلاف وينتقدها؟ نعم، وعدوا بدراسة هذا الموضوع وأنهم لن يوافقوا عليها. طيب،
سأعود إليك أستاذ لباد للمزيد من التفاصيل خاصة حول ما حدث في باريس. أستاذ فضل عبد الغني، أنتم في شبكة السورية لحقوق الإنسان أصدرتم بيانا إحدى أهم النقاط فيه هي انتقادكم لإزدواجية المعايير، وهي نفس النقطة التي بدأ الأستاذ لباد الحديث عنها بأنها باتت اليوم تطرح في أوساط المعارضة السورية وتوجه للغرب بأنكم تعاملتم مع سوريا بطريقة مختلفة. ما هي أوجه التشابه والاختلاف بين الحالتين اليوم؟ هل يجوز فعلاً أن نقارن ما فعلته روسيا في سوريا بما تفعله الآن في أوكرانيا؟ وما الذي تعتمد عليه روسيا في تبرير هذا الاختلاف؟ الحالتين هم بيتشابهوا بأن روسيا انتهكت القانون الدولي بشكل كبير كتير. أول شيء في نقطة مهمة أستاذي نور، أنه اللي عمله الغرب بالانتهاك اللي مارسته روسيا ضد أوكرانيا باجتياحها هو الأمر الطبيعي، يعني ما هو الأمر أنه الفظيع. هن تصرفوا وفق القانون الدولي ولكن بشكل سريع وبشكل عالي، وهذا الوضع الطبيعي أنه يتم حماية أوكرانيا وشعبها من دولة معتدية غازية، يعني فرض عقوبات وأيضا يعني حتى تسليح، هذا ضمن القانون الدولي لأنه هون بيدخل ضمن إطار حماية مدنيين. روسيا وفق المفوضية السامية لحقوق الإنسان قتلت حتى الآن 600 مدني بأوكرانيا، أغلب الهجمات هي هجمات عشوائية، إدانة موسكو وما إلى ذلك من مختلف أشكال العقوبات، وحتى المطالبة بالتدخل العسكري وفق مجلس الأمن، وإذا مجلس الأمن فشل فيكون في تدخل خارج مجلس الأمن. ماني فهمان أنا أنه ليش ما بنطالب بالتدخل العسكري، يعني هذا نظرة كتير يعني ما بعرف غريبة. القانون الدولي بنص عليه وبشكل واضح، ولم تطالب المعارضة بذلك أستاذ فضل، طالبت كثيرا ولم يجري التجاوب معها، وهناك من عرقل أن يكون هناك خطوة خارج يعني خارج التصويت عليها من قبل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. هذا أمر آخر، نحن بنطالب، وأما وقت بيكون في، وهلأ بنجي على موضوع ازدواج المعايير، بس عم نحكي بالنقطة الأولى أنه هذا كله وضع طبيعي، وهذا حق للأوكرانيين وحق للدولة والشعب الأوكراني، لأنه هو اعتدى وفي جرائم حرب ترتكب. Human Rights Watch حكيت عن الموضوع، والردود كلها هي العاجلة وإدخال المحكمة الجنائية الدولية. هلأ المو طبيعي والمتأخر ويعني المخالف للقانون الدولي وأيضا الإهانة والاستخفاف هو اللي صار بسوريا بالدم السوري، هذا هو اللي مو طبيعي. إنه أنا يعني حتى عندي أن عملت سبر لموضوع خلينا نشوف كيف الأمم المتحدة تدخلت بسوريا. هلأ الأمين العام فورا ب 18 آذار طالع بيان ويعني أدان النظام السوري فيه، الأمين العام كانت استجابته مستعجلة، لكن المفوضية تأخرت. مثلا نحن بس خليني قارن أنا هون قديش كان في سرعة بتدخل المفوضية السامية بأوكرانيا. نحن المفوضية لآخر شهر آذار حتى طالعت بيان أدانت العنف. مجلس حقوق الإنسان أيضا يعتبر تأخر نسبيا مقارنة مع الحراك بأوكرانيا، حتى 29 نيسان لطالع مجلس حقوق الإنسان. أنت تتحدث هنا عن الإدانات في سوريا قبل التدخل الروسي، إدانات ما فعله النظام. طب ليست هذه حالة مختلفة تماما أستاذ فضل؟ نحن هنا نتحدث عن، لا لا بالعكس، هي أستاذ نور أنا هذا اللي حابب أوضحه، أنه هون التدخل صار بأوكرانيا بالرغم من أنه هن عم يواجهوا روسيا الدولة الكبرى. هن تأخروا بإدانة ومعاقبة النظام اللي هو نظام سخيف مقارنة مع روسيا. الآن التدخل العسكري صار حتى بإيلول 2015، هذا منقارن عليه بعد شوي، إنه التدخل لحماية المدنيين هو هذا الأمر الطبيعي. هذا عم نحكي بال 2011. حتى لو كان في دولة ذات سيادة يقوم فيه النظام الحاكم فيها وهو نظام شرعي بنظر طبعاً المجتمع الدولي بهذا العنف، هو شرعي ولكن ما من حقه يقتل الشعب. هون بيكون عم يخالف القانون الدولي الإنساني، ولهيك قالت لجنة التحقيق بتقريرها الأول وحتى المفوضية السامية لحقوق الإنسان اللي طلع ب 15 أيلول إنه هذا ارتكب النظام جرائم ضد الإنسانية، وهون لازم يكون في حماية مدنيين حتى قبل ما يتحول لنزاع مسلح داخلي. الآن التدخل بروسيا، روسيا تدخلها غير شرعي، وحتى إذا كان في طلب من قبل النظام السوري، نحن يعني أصدرنا عدة تقارير مثل ما بتعرفي أستاذ نور عن موضوع
كل ذكرى تدخل روسي، وحاججنا من الناحية القانونية أنه هذا التدخل غير شرعي لعدة أسباب، لأنه طلب أيضا من قبل نظام هو ضمن نزاع مسلح داخلي، والنظام هو متورط بارتكاب جرائم ضد إنسانية وجرائم حرب، فأنت عم تصطف إلى جانب هذا النظام. أيضا روسيا بتدخلها ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب أعلى بكثير حتى من الأيام الأولى. إذا نحن بدنا نقارن حتى بأوكرانيا، روسيا الآن انتقلنا من المقارنة مع النظام السوري إلى روسيا وما فعلته روسيا حتى الآن، ونحن ما بنأمل أنه تقتل من الأوكرانيين قد ما قتلت من السوريين، ولكن هي المقارنة هي مقارنة محقة. روسيا قتلت حوالي 7000 مدني وفق تقارير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ونحن ورجينا كيف تصاعد القتل سنة ورا سنة. يعني هذه كانت النقطة المهمة بأنه كيف يفهم القانون الدولي أن يكون هناك نظام قد استدعى دولة غربية وكيف يجري التعامل معها. فشكرا لك لتوضيح هذه النقطة. أستاذ عمر إدلبي عضو تجمع ثوار سوريا ينضم إلينا الآن عبر الأقمار الصناعية من الدوحة. أتمنى أنك تسمعني أستاذ عمر. يعني نصل هنا إلى السؤال الجوهري، لماذا لم يتعامل المجتمع الدولي مع السوريين كما يتعامل الآن مع الأوكرانيين؟ يعني حتى من حيث الضجيج الإعلامي والتصريحات، فما بالك أن نتحدث الآن أيضا عن الدعم العسكري والسياسي وغير ذلك. لا أدري إن كنت تسمعني أستاذ عمر. طيب أعود بهذه النقطة لك أستاذ فضل، لماذا؟ ما هو السبب الذي يجعل السوريين مختلفين عن الأوكرانيين؟ يعني معلومة لو تم كرمتي، تخيلي أنه لم تفرض عقوبات على روسيا من قبل الغرب نتيجة ما في كل الجرائم والانتهاكات اللي مارستها بسوريا، لا توجد عقوبات مفروضة على روسيا بالرغم من كل جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية اللي ارتكبتها. العقوبات المفروضة على روسيا هي بسبب شبه جزيرة القرم بال 2014 أو ما بعدها، ولا يوجد بعد التدخل الروسي بسبب سوريا. يعني كل هلا الآن العقوبات هي مفروض فرضت هي الأنماط بسبب أوكرانيا، بس بسبب روسيا هلا، لأنه أول شيء أوكرانيا أهم من سوريا بكثير بعين الغرب، إنه هي أوروبا ودولة غربية وعلى الحدود وأوروبيين وما إلى ذلك. لكن هون نحن وقت عم نحكي إذا ما في مساواة أمام القانون، إذا هذا هو الشعارات والنظرية الليبرالية وأيضا نظرية القانون الدولي، هون عم تتهاوى أمام المصالح السياسية، لازم يكون في مساواة. هي حالات شبيهة، بالعكس سوريا هي ارتكب فيها جرائم أشد بكثير، قصفت مشافي وما إلى ذلك، وقد وثقتم ذلك في يعني في عشرات ومئات التقارير. من ما بنأمل أنه أوكرانيا يصير فيها هيك على الإطلاق. يعني أستاذ لباد، هل يمكن أن نستشف أو هل يمكن الحديث عن أي نقلة في المواقف الغربية بتقديرك، سواء إن كنا نتحدث عما يجري عندكم في باريس وأيضا بالنظر إلى اجتماعات مرتقبة في واشنطن على سبيل المثال، اجتماع آخر جرى الأمس مع الخوذ البيضاء من قبل إيثان جولدريتش، هل هناك انعطاف؟ هل يمكن أن يكون هناك ذلك؟ أم أننا فقط نتمنى ونسعى في هذا الاتجاه؟ لا، أظن أن هناك أشياء جديدة سوف تحصل على المستوى الغربي عموماً والفرنسي خصوصاً، خاصة وأنه تم قال أنه هل بالإمكان أن تقوم باريس بعقد مؤتمر وطني سوري خارج نطاق المتحدة، خاصة وأن باريس في زمن عهد نيكولا ساركوزي كانت هي صاحبة مبادرة سورية في مراكش لما كان هناك، لما حضر هناك 118 دولة. هذا السؤال لقى ترحيب صراحة ودراسة حوله أظن في المستقبل القريب حول سوريا. وأظن أن الفرنسيين حسب وجودي هنا قبل مثل الائتلاف بحسب وجودي 8 سنوات، تصريحاتهم لم تختلف ابدا عن اول يوم وحتى اللحظه، حتى في الاخير ان هناك كان تصريح ناري جدا لم تصدر اي دوله اوروبيه وحتى امريكا. تتذكروا باحداث درعا في تموز السنه الماضيه اصدرت الخارجيه الفرنسيه باسم الحكومه بيان ناري جدا انه هذا الهجوم العنيف وحشي من قبل النظام على المدنيين في درعا مدعوما بداعميه الروس والإيرانيين
ولن تكتفي الحكومة الفرنسية ولن تتخلى عن مبدأ عدم المحاسبة. طب تبعا لذلك أستاذ لباد، إما أن هذه الدول يعني تصرح تصريحات نارية كما تفضلت ولا تقوم بأي فعل، وإما يعني الاحتمال الثاني أن المعارضة لا تعرف كيف تستغل علاقاتها مع هذه الدول وتستغل هذه المواقف. نعم، هي هناك أمر كثير مهم. يعني فرنسا لم تصدر أي تصريح. ما يخص فرنسا والاتحاد الأوروبي كان يأخذ بالإجماع موافقة الاتحاد الأوروبي. هذا دليل على أن فرنسا سياستها قوية داخل الاتحاد. لكن يبقى أنا برأيي أنه هناك يعني عدم توازن في السياسة مع الجانب الأمريكي بالذات. الأمريكان يبدو لهم نظرة أخرى غير نظرة الأوروبية. يعني في أي اتجاه تذهب هذه النظرة؟ يعني مثلا تطبيق قانون قيصر الآن الذي أصدرته الولايات المتحدة الأمريكية، هناك كثير من التراخي الآن فيه. يعني تعتقد أنه أمريكا الآن هي أكثر ليونة من الاتحاد الأوروبي وأن الاتحاد الأوروبي لديه مواقف أكثر شدة؟ نعم. طيب ما الخطة التي قدمتموها أستاذ لباد؟ يعني عندما تذهب اليوم المعارضة إلى الفرنسيين أو إلى واشنطن، هل لديها خطة معينة؟ مطالب 1، 2، 3 يمكن تعدادها ونقلها ليعرفها الناس اليوم؟ لا، هو ليس مطالب، هي بقدر ما هي تمني أنه نرجو إعادة ملف السوري إلى الواجهة على الأقل. طب وخطتنا نحن؟ يعني إذا أعادوه للواجهة، يعني اليوم الناس تتحدث عن إنه هذه المعارضة بيتها الداخلي ليس مرتبا، يعني هنا يعني لدينا مشكلاتنا. افترض أنهم أعادوا هذا الملف إلى الحديث، هل لدينا ما نواجه به العالم؟ والله هذا سؤال وجهي لرئاسة الائتلاف، أنا لست مطلعا على سياستهم الداخلية. لكنك ممثلهم في فرنسا، ليس كذلك؟ بس أنا لست عضو في الائتلاف، أنا ممثل. طيب. الائتلاف كلاجئين سوريين وكشعب سوري موجود في المهجر. طيب لعلنا يعني نحظى إذن بجواب منهم، ولعل الأستاذ عمر إدلبي الذي عاد إلينا الآن يستطيع توقع إذا كان لدى المعارضة أي خطة تستطيع أن تذهب بها الآن إلى أي تفاوض محتمل أو أي انعطافة محتملة ربما في هذا الملف. مساء الخير نور، يعني أهنئك وأهنئ كادر تلفزيون سوريا وكل السوريين بالذكرى الرابعة لانطلاقة تلفزيون سوريا. شكرا لك. في الحقيقة يعني لنكن واقعيين، المقاربة التي تقدمها المعارضة بشكل دائم ومستمر للمسألة السورية، للقضية السورية، على غرار الحديث عن 2254 والحديث عن اللجنة الدستورية ومسارات التفاوض البائسة حتى الآن، هي مقاربة طواها الزمن. لا يوجد أحد يدعم تنفيذ القرارات الدولية التي تتحدث عنها المعارضة الآن. يجب أن يكون هناك كما أشرت قبل قليل إلى نظرة داخلية لعمل آليات عمل المعارضة السورية ولأجسامها السياسية ولأجسامها أيضا التنفيذية التي تعمل في الداخل السوري تحت قوسين في المناطق المحررة. نحن الآن أمام فرصة بين قوسين، هي فرصة ملائمة إلى حد ما لتحريك الراكد في القضية السورية في المحافل الدولية، ولكن يجب أن نقدم نظرة جديدة ورؤية جديدة قائمة على فكرة أن الدولة السورية الآن، أن الأرض السورية الآن هي بلد محتلة من عدوين يناهضان ويعني يمنعان الشعب السوري من تحقيق طموحاته في الانتقال السياسي إلى نظام ديمقراطي، وهذين المحتلين هما الاحتلال الروسي الذي يعني يتعرض الآن إلى ضغط دولي هائل. يجب على المعارضة استثمار هذه الحالة السياسية، ويجب أيضا استثمار الحالة يعني حالة المفاوضات في فيينا التي يمكن أن تشغل ضغطا على المحتل الثاني الإيراني من أجل تقديم تنازلات واضحة فيما يتعلق بدوره في سوريا. إذن مقاربة جديدة من المعارضة السورية وبناء تنظيمي قوي جدا يمكن أن يشكل ضغط على الدول الراعية للمعارضة السورية، وفي طليعة هذه الدول تركيا التي تعترض حتى الآن على تغييرات جدية في الائتلاف السوري اللي هي قوى الثورة والمعارضة، وعلى تغييرات حقيقية في قوى الفصائل المسلحة في الشمال السوري. وبالتالي في الحقيقة ما لم تستثمر المعارضة السورية في هذه اللحظة
التحرك الجدي باتجاه الضغط على حلفائي وعلى أصدقائي الذين سيجتمعون خلال هذا، يمكن أعتقد خلال هذا الوقت في واشنطن، من أجل تبني رؤية جديدة يضغطون من أجلها ويعيدون هيكلة بناء قواهم السياسية والعسكرية من أجل تقديم حل، يعني أو بالأحرى طرف بديل يمكن للعالم أن يقتنع به. طب لماذا يعني مقابل نظام بشار الأسد، لماذا يمكن أن يستجيب الأمريكيون لنا الآن بعد عقد كامل من هذه السلبية منذ أيام أوباما؟ هل يريدون فعلا تغييرا في السيطرة الروسية في الشرق الأوسط، أم أن الملف في أوكرانيا مختلف تماما وبعيد عن ذلك؟ يعني الملف الأوكراني بالتأكيد هو ليس مرتبط بشكل موضوعي مع الملف السوري، ولكن هناك فرصة لربطهما معا باعتبار أن المستهدف من الهجوم الغربي الآن على نظام بوتين هو يعني هذا التمدد العدواني العسكري لروسيا باتجاه مناطق يمكن أن تشكل سوريا واحدة منها، الضغط على نفوذ الروسي في عدد من المناطق من ضمنها المجال السوري ممكن في هذه اللحظة، فيما لو تبنت المعارضة رؤية جديدة قائمة على تنظيم كما أشرت قبل قليل عسكري وسياسي فاعل يمكن أن يقنع الجانب الأمريكي بتبني هذا الطرح الجديد، ولا سيما أننا الآن أمام يعني حاجة أمريكية جدية إلى الحليف التركي في الناتو لتطويق هذا العدوان الروسي على أوكرانيا، وطموحات بوتين يعني الممتدة في أكثر من منطقة في أوروبا. نحن أمام فرصة جيدة في الحقيقة ويمكن استثمارها، ولكن كما أشرت صديق نور الدين قبل قليل يجب على المعارضة أن تكون أكثر تنظيما على صعيد بناها المؤسساتية. إلى أين يمكن أن تصل، يعني أن يصل الغرب في دعم المعارضة في هذه المرحلة؟ هل يمكننا أن نتحدث عن سلاح بالفعل كما يطالب الائتلاف بشكل أو بآخر، أم يعني قد يكون هناك تحرير فقط على الجانب السياسي، خاصة أننا رأينا في الأمس يعني بيانا شديد اللهجة من السفارة الأمريكية في دمشق يتوعد بمحاسبة خلال شهر آذار؟ يعني لا شيء بعيد الحقيقة عن الخيارات التي يمكن أن يتبعها الأمريكيون تحديدا، وأنا يعني أيضا يعني أود أن أشير إلى أن الدور الأوروبي هو دور ثانوي تماما في القضية السورية. ما لم تتحرك الولايات المتحدة الأمريكية وتقود هذا الملف، ومن ضمن هذه القيادة في الحقيقة الضغط على روسيا في سوريا باعتبارها قوة احتلال، ويمكن تزويد السوريين فيما لو انتظمت قواهم العسكرية في تنظيم مقنع حقيقة، وهو يعني يمكن أن يحصل ذلك فيما لو تعاون يعني الأصدقاء الأتراك مع هذا الطرح، يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تعمل على الجيش الوطني في 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 سوريا على روسيا. بتقديرك الجيش الوطني غير مقنع للغرب؟ الجيش الوطني بحاجة يعني حوله الكثير من الأسئلة. يعني أنا لا أتحدث عزيزتي نور، لا أتحدث عن مؤسسات معارضة لا عسكرية ولا سياسية قائمة الآن، هذه المؤسسات غير قادرة في الحقيقة بالنهوض بأعباء هذه المسؤولية. طيب. يعني التي يعني نتوخاها في هذه المرحلة. طيب. هناك ضرورة جدية فعلا لإعادة هيكلة المعارضة العسكرية والسياسية وبناء يعني بنائها على يعني منطلق أساسي وجديد قائم على أن سوريا الآن واقعة تحت الاحتلال. نحن بحاجة إلى مظلة فعلا جامعة على القوى المعارضة السياسية السورية. طب والعسكرية هذا ممكن في المدى المنظور بعجالة لو سمحت، أو شيء يشبهها، هل هذا يعني وارد على المدى المنظور؟ هناك جهود جدية يمكن، خاصة بعد ما جرى في الدوحة خلال الفترة الأخيرة، هل يثمر شيئا الآن؟ يعني إحباط الدوحة يجب أن لا نقيس عليه، يعني إحباط اجتماع الدوحة يجب أن لا نقيس عليه، يمكن أن يحصل وهو من الضروري أن يحصل. طيب. وكل تأخير في الحقيقة هو كارثي على القضية السورية، لذلك يجب أن يعني نسرع باتجاه هذا التحول لأنه بات ضرورة حقيقة، والتغيرات الدولية يمكن أن تشكل فرصة مواتية له. طيب أستاذ فضل، أعود إليك من الناحية القانونية، ما الممكن الآن عمله؟ وقد أشرت منذ قليل إلى بيان السفارة الأمريكية بالأمس، يعني الحديث اليوم عن أن محكمة الجنايات الدولية بدأت تتحرك بهذه السرعة، يعني هو حديث صعب على النفس السورية بصراحة. صحيح أستاذ نور، أول شيء يعني صار في كتير من الحديث عن التغريدات اللي نشرتها السفارة الأمريكية، بس حابب أوضح هاي النقطة للسوريين إنه ما في شيء نحن
حكوا معنا الأمريكان من بداية هذا الشهر، وحتى يعني زودنا ببعض البيانات اللي يتم نشرها. هاي بس عبارة عن تغريدات بمناسبة يعني ذكرى ال11 للثورة السورية، وحتى عم ننظم حدث جانبي مع الأمريكان والفرنسيين والألمان بمناسبة الذكرى ال11 للثورة السورية، فما بدنا نعطيه أبعاد أخرى. أنا بعتقد اللي التحرك اللي بالإمكان العمل عليه، وخاصة بالقياس إلى أوكرانيا، مش يعني الآن نحن نرجع نطعن بالساحة الدولية بشرعية التدخل الروسي بسوريا، وهذا نقاش هو غير محسوم، لأنه مثل ما أشرت أول شيء تدخل بنزاع مسلح داخلي، ارتكب جرائم ضد إنسانية وجرائم حرب، نرجع نطعن بشرعيته، وأيضا نطالب أنه يكون في عقوبات على روسيا لأنه تدخلت بشكل غير شرعي بسوريا وارتكبت هذا الكم الهائل من الجرائم. وبالتالي حتى إذا المسألة الأوكرانية تم حلها، يتم يعني المسألة السورية، لا روسيا ما 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 إنه هي، لأنه لم تدفع أي ثمن حقيقي إلا جراء كل على عملته بسوريا من قبل الغرب على الإطلاق، ولهيك هو تم تصويرها على أنها نجاح للسياسة الروسية. روسيا الغرب ما دفعها أي شيء، بالرغم من الفظاعات والجرائم الكبيرة اللي ارتكبتها روسيا في سوريا. أعتقد أنه هذا وقت مناسب لحتى نحن نقارن أيضا، ونقول أنه نحن بنطالب بشيء أيضا مماثل، وهذا مثل ما ذكرت هو يعني وفق القانون الدولي كل هاي المطالب، وهذا الأصل اللي كان لازم يتم بالحقيقة. طيب يعني هو يعني كما تفضلت يعني هي عدم محاسبتها ربما في سوريا وهذا التراخي معها هو ما شجع بشكل أو بآخر على فتح الحرب على هذه الجبهة. أستاذ عمر، يعني أعود إليك بنقطة أخيرة، يعني نحن الآن نتحدث عن أن روسيا قد تكون في موقف ضعيف إذا ما انتهت هذا الغزو أو هذه الحرب بنتائج ليست كما تريدها هي، لكن ماذا لو حصل بوتين على ما يريده اليوم في أوكرانيا؟ إلى أي مدى يمكن أن ينعكس ذلك سلباً على القضية السورية بالنسبة للمعارضة وتحركاتها؟ يعني أنا شخصياً أميل يعني للاعتقاد أن بوتين سيحقق نتائج عسكرية يعني ربما بعد فترة في أوكرانيا. يعني هذه الحملة لن تنكسر عسكرياً كما أعتقد، ولكنه هو خاسر بكل الأحوال بصرف النظر عن نتائج المعركة العسكرية على الأرض. ويجب يعني أن نكون على قدر يعني هذه الفرصة في الحقيقة، سواء فاز بوتين في هذه المعركة عسكريا أم لم يفز، هو مدان دوليا وهو ضعيف دوليا وهو معزول، وهناك عقوبات بدأت يعني ستنتج مفاعيلها في الوقت القريب. والتحرك الدولي الحقوقي القانوني على صعيد محكمة الجنايات الدولية هو ليس أمرا سهلا على الإطلاق، ويعني أشدد على ما يعني أشار إليه الصديق فضل، هناك تحرك جديد يقوده الآن المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية السيد كريم خان، وفق المادة 15 من ميثاق روما يمكن أن يباشر من خلالها المدعي العام تحقيقا بناء على المعطيات التي تقود إلى وجود يعني دلائل على جرائم تقع تحت اختصاص محكمة الجنايات الدولية. كل هذه الظروف متوفرة تماما في القضية السورية. طيب، ويمكن فعليا أن نقود حملة إعلامية وسياسية من خلال ناشطين حقوقيين وسياسيين تؤكد على ربط هذين الملفين، باعتبار أن المجرم واحد وهو يرتكب جرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا وكان قد ارتكبها، وعشرات الآلاف من الملفات بحوزة لجنة التحقيق الدولية المستقلة يمكن أن تزود يعني بها محكمة جنايات دولية للضغط حقوقيا يعني وقانونيا وسياسيا على روسيا. المعارضة تصدر بيانات وتقوم باجتماعات، لكن على سبيل المثال حتى اجتماع اللجنة الدستورية لم يلغى. وأود منك تعقيبا بثواني فقط. صحيح، يعني هناك تقصير واضح من المعارضة، وهذا ما أشرت إليه قبل قليل، أن هياكل المعارضة الحالية هي بائسة بكل ما تعني الكلمة معناه، وهي غير مؤهلة للقيام بهذا الدور. لذلك يجب الحديث عن هيكلية جديدة وأن يكون التحرك على هذا الصعيد سريعا جدا. أشكرك شكرا جزيلا عمر إدلبي، عضو تجمع ثوار سوريا، ضيفي من الدوحة. شكر أيضا لفضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان من الدوحة، ولنور الدين اللباد، ممثل الائتلاف الوطني في فرنسا من باريس.